الحقيقة في مجال المرافق مياه الشرب كانت بتستحوذ على اهتمام الدولة، اتنفذ أكتر من 224 مشروع بإجمالي تكلفة 5.3 مليار، وصلتنا إن بقت مساحة التغطية بالكامل للخدمة 99.3% من 84%، وكل المتبقي فقط بعض العزب والتوابع اللي موجودة في بعض القرى اللي هتستكمل مع حياة كريمة. وده يمكن بيعكسوا حجم المشروعات اللي اتنفذت من محطات مية، وكمية مية شرب منتجة النهاردة بقت بتواكب الزيادة السكانية لل 15 سنة قدام اللي جاية. وده نموذج للمحطات العملاقة اللي الدولة المصرية نفذتها. لكن يبقى تحدي الصرف الصحي. احنا الصرف الصحي طبعا يعني لان المنيا الحقيقة محافظة ريفية، فعندنا 75% من اهالي المنيا بيقطتوا في الريف، فطبعا من خلال مبادرة حياة كريمة هو ده اللي احنا بندخل من هذا المشروع الرائد، ان احنا نوصل هدفنا ان احنا نوصل بتغطية 100% مع اكتمال هذا المشروع الكبير بإذن الله. وده نموذج للحقيقة للمحطات اللي تنفذت على مستوى المنيا، والنهاردة يمكن هنشرف أيضا بافتتاح سيادة الرئيس للمرحلة الأولى من محطة معالجة المنيا الجديدة اللي إن شاء الله بطاقة 20,000 وحتصل إلى 60,000 مع اكتمالها. وده يمكن عشان كده عكسه رضا المواطنين عن خدمة الصرف الصحي. احنا نعرف ان احنا ما زلنا قدامنا شوط طويل، وبالتالي المواطن اللي لسه ما وصلتلوش الخدمة هو كمان نفسه ان الخدمة توصل لهذا الموضوع وانها تحقق له هذا الهدف اللي هو بيطمح اليه. برضو تأمين وتستقرار التغذية الكهربائية، وده الحقيقة الحمد لله قطعنا فيه شوط كبير، 300,000 مشترك جديد بالشبكات. عندنا مركز تحكم إقليمي عملاق بحوالي 1.4 مليار جنيه، وبرضو طبعا بقى تقييم الحقيقة مواطني المنيا انعكس بأن في رضاء كامل أو رضاء جزئي عن طبعا حجم التغطية واستقرار العملية. ويمكن طبعا هو دايما بعض الكلام على موضوع التكلفة بتاعت الخدمة، وده شيء طبيعي جدا مع حجم الإنفاق والاستثمار الكبير اللي قدمته الدولة. في مشروعات قطاع البترول احنا الحقيقة نفذنا تكلفة 3.5 مليار، وكان تركيزنا على مشروعين مهمين جدا. مشروع ان ينشأ محطات لتموين السيارات وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وايضا التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ووصلنا الى 276,000 وحدة سكنية في محافظة المنيا في خلال الفترة الماضية. وده اللي فعلا النهاردة بقينا من 85,000 وحدة كان في 2014 قفزنا الى 361,000 وحدة النهاردة. عدد المحطات وعدد السيارات اللي بقت النهاردة تحولت للعمل بالغاز الطبيعي كانت 1800 سيارة، النهاردة بقينا حوالي 10,000 سيارة تقريبا في المنيا. في مجال الطرق وشبكة الطرق، وده الحقيقة هذا المشروع أيضا مشروع مهم جدا جدا جدا، لأن الحقيقة الدولة المصرية ومحافظة المنيا كان نصيبها 700 كيلو متر من الطرق الرئيسية، وأيضا رفع الكفاءة سواء كانت إنشاء جديد أو طرق رئيسية بتكلفة 12.5 مليار. ده بالإضافة لرفع كفاءة شبكات داخلية محلية بحوالي 624 كيلو بتكلفة أيضا 1.2 من عشر، يعني بنتكلم في تقريبا 14 مليار جنيه. ودي يمكن حجم المحاور الكبيرة جدا اللي تم تنفيذها في المنيا. ويمكن أهم مشروع وبرضو اللي ان شاء الله بنفتتح مرحلة منه النهاردة هو تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي. وهذا الطريق طبعا كان مهم جدا لكل اهالي الصعيد مش فقط المنيا، ودايما كان هناك شكوى نتيجة لسوء حالة هذا الطريق من ارتفاع معدل الحوادث. وعشان كده كان توجيهات سيادة الرئيس ان يتم تحويله الى مسار عملاق، مسار عالمي، وان يبقى بيتعمل على اعلى مستوى. ويمكن زي ما شايفين حضراتكم ال 60 كيلو متر تكلفتهم 2.25 مليار، لان معمولين على اعلى مستوى من الكفاءه وطرق حره وسريعه. وكل دي النهارده بقى شكل الطرق اللي موجوده في كل حته في مصر الحمد لله. وده منظر لكل لهذا الطريق العملاق اللي احنا ان شاء الله هنشرف بافتتاحه. والحقيقه المنيا كان نصيبها من الكباري اللي موجوده حوالين النيل محورين، منهم طبعا محور الفريق صفي الدين ابو شناف، والحقيقه المحورين دول اتكلفوا 2.5 مليار جنيه. ودي محاور النهارده ضمن المستهدف ان احنا نخلي المسافات البينيه ما بين كل كوبري والتاني لا تتجاوز 25 كيلو عشان تخدم اهالينا. ايضا في مجال السكك الحديديه الحقيقه بنعمل تطوير شامل
للمحطات اللي موجودة، المحطات الرئيسية وأيضا المحطات اللي موجودة في القرى بالمزلقانات اللي موجودة، بحجم تطوير ونظم الإشارات. ويمكن طبعا أهم شيء الحقيقة دخل النهاردة التيسير، تسيير الرحلات والطرق، أنا آسف، والقطارات اللي على أعلى مستوى النهاردة عشان تخدم أهالي الصعيد. ومنهم يمكن كان آخر قطار دخل الخدمة هو قطار تلجو الأسباني الفاخر، ودي اللي هو بيقدم أعلى مستوى من الخدمات الحمد لله لأهالينا وأبنائنا في الصعيد. وبرضو يمكن أنا عايز أقول هنا، مع كل الحجم ده ما زال أهالينا اللي موجودين في المناطق اللي لسه لم يتم تطويرها في القرى ما زالوا بيشتكوا، بيقولوا يا ريت إحنا كمان نحتاج تطوير للطرق بتاعتنا، وعايزينكم يا دولة ادخلوا بكرة، ما تستنوش علينا، محتاجين إنكم تدخلوا وتطوروا لنا الطرق. أنا ده بأكد قد إيه إن الدولة المصرية بشغلها في مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق، الهدف الرئيسي هو تحسين مستوى معيشة المواطن. كل مواطن من حقه إنه ينزل من بيته يلاقي طريق جيد، يلاقي شبكات بنية أساسية ومرافق جيدة. وبالتالي كدولة إحنا بنسابق الزمن، وأحياناً زي ما بقول لحضراتكم إذا كنا النهاردة بعض الناس بتستكثر أو بتقول الحق الوقت ده، يعني أنتوا ضاغطين جامد، ده بالعكس إحنا ما زال أمامنا شوط طويل ومحتاجين إن إحنا نستمر بنفس المنوال وأكتر في خلال الفترة القادمة.